حيت درنا الطعن ودرنا التعرض على كيرا جاني فراسي شاف تنظيفه كيرا وحيت مستشفى الرازي ومستشفى الام والطفل. الان كيجي قرار جماعي استثنائي اللي بغا ينظم هذا الشيء الى ان الجماعه ثاني بغاو يطلب قرار على بنتهم بغاو يخليو هذا الشيء للطاكسيات والباقيه بيديروها بالبيوت والاحمر وممنوع الوقوف وممنوع الوقوف والتوقف بالخلا. يعني احنا الاخوان فين غادي نديو السيارات ديالنا؟ كنجيو السيارات بكريدي الى حطيتها في شي بلاصه هنا تلقاها مكيوسه ولا انا الاخوان هاد الوقفه الرمزيه اللي درنا اليوم هي اللي تنبيه مسؤولي اليوم السوق لحد الان ما عيط لنا حد ما جاءنا حد. بالعكس جاء في هذاك رئيس مصلحه السير والجولان تيستفز فينا وجا بينفذ هذاك القرار بالطريقه اللي بغا هو ماشي اللي في القانون. الاخوان الاخوات يوم الاثنين المقبل اللي عنده شي سياره غادي يجيبها النص غادي يسكتو هذاك الشارع ونص من هنا ماشي حد هنا ما كاينش مسؤولين لا حتى الاداره ديال المستشفى الجامعي غايبه ما كاينش لا يمكن باش حنا نستمروا في هذا الوضع هذا. الاثنين المقبل ان شاء الله غادي يكونوا في حاشده غايكون تعبئه ديال الموظفين كاملين. اليوم درنا يلاه عدد ديال المكتب ولكن السيمانه الجايه ان شاء الله انطلاقا من الاثنين المقبل غادي يكون وقفات يوميه وغتكون فوضى في هذا الشارع.